والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان ودرسي صدحات كمذا من صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. قال رحمه الله تعالى: القيام والقعود في صلاة الليل. وحبابي هاي القيام استاقي اللي استاقي هاي والقعود فردي في صلاة الليل صلاة ذهبين كفردي استاقي اللي قلت كني قاب النبي قلت كان جري صلوات ربي وسلام عليه وشيخ تلمام دونا بالأدلة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم رسول كلاه وحوءها يصلي كيت كذا ليلا طويلا هبين دير قائما أسوأ تاغا وليلا طويلا هبين ديرنا وحوت كان جري قاعدا أسوأ فرديا. وكان وحوها صوبانه إذا قرأ هدو قرآن كآخريه فاتحية وحي كدن بي قائما أسوأ تاغا وإستاغ وكو آخريه ركع وركوع جري قائما أسوأ تاغا وقراءة يا وحاس كلران ركوع ذا مرادين نبو استاق وقرآن كو أخريو استاق بكسر ركوع جري. وإذا قرأ قاعدا أصغو فديها دو قرآن كأخريان ركع قاعدا فدي بكر ركوع جري. أحاديث السيدة وشيخ وشيخ بن أمر إنا وتخريج كيدي هولها كو مشغول ما إنه يسحي ضعيف وحي مركا وحكو جرون بان دول استاق إنا. طيب، وكان صلى الله عليه وآله وسلم وحو أحيانا مركا قاركود يصلي كيتو كذا لأن حديث كعدة ورسي شيخ هوس بإذن كل غاية أردان التهين إنك كتاب هايستا إنتا هو قرام بان أمالي مركا وحي مركا ون وحلغ الشيخي أما الشيخ لغا قر لي أما الله الدوري أصو وكو قر لي هاي بان نتلمام إنا. وكان صلى الله عليه وسلم وحو أحيانا مركا قاركود يصلي كيتو كذا جالسا أصو وفرية فردي بكتو كان جري تيو رقيام منو كتو كان جري بأي انت دنبوما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا أي صوغش فيقرأ قرآن كو أخري جري وهو جالس وان صوغ فردي مرضو فردي كتو كان هاي وقيام كي مركا ميشي سي فردي اون نقضي قرآن كنا دي فردي مبوكو أخرين صوبانو ساسا أبض نايد لكن مرر وبدل جري باجرتو حديث كا قيبت دنبو عضيني واسكدر جري قيام يقعود صلاة أي أهيد لا بقى يبود مركا وفتق الله ما استطعت من تو أود ويا ما كوس لا تين فرد وكنت كان مركو ليه ركوع دي بعد دو وقرآن كوسوق دو أي استاج الجري سوس كوك دره قيام يقعود. فإذا بقي مركو كهر من قراءته قرآن كوك تلقى ليه كنت كذا قدر ما يكون وحون لك 30 أو 40 آية أفرطن آية ذات أم صدن آية ذات وح لك مركو كهر وقياسا تهدي نك حافظ كقرآن كي يقعنا سورده أقرنها يجوزكم مرها يوحو لمن وقرنها. فإذا بقي أمرك كهر من قراءته قرآن أخرس كيسي قدر ما يكون 30 آية أو 40 آية صدن آية أما أفرطا وحدا قام النبي وإستاق الجري فقرأها أفرطا كي أما صدن كي بأخري الجري وهو قائما أسوق تاقا ثم أنت كدب ركع وركوع الجري أي من قيام بكسر ركوعه وسجد وأنا سجود الجري ثم يصنع سمين جري نبي سيدا أيضا في الركعة الثانية ركعة اللبات ثم يصنع مثل ذلك يكو حرنتاي ثم يصنع مثل ذلك ساس قولوا يالي جري في الركعة الثانية ركعة اللبات سيدا سو يالي جري مركا وين كتر توي مركا انت الأوديس صلاة الليل كي سنينك تكنيسي وترك هذه فردينات كغتك توقو بنانت لكن استاقاكو خير بدان هذه هذه استاجي إسقدرته فردي سيدا النبي ويلي جرينا واسي وانا كسان النبي الله قد يعني صلوات ربي وسلام عليه. وإنما صلى الصبح قاعدا في آخر حياته لما أسن شيخ حوك يعني حديث كله وكو عدين يحل النبي يقول بالله بإنه فردي كنت كذا ويقول استاج بكنت كان جري قرم النبي يقول بالله. وإنما صلى الصبح أي سنة صبح هذا هو سنة أما نافلة أما تضوع وحل الله يقان. وإنما صلى الصبح تصنّد النبي وحُط قاعدا فرد كُت كذي في آخر حياتي نولش جبل جبدي ذي لما جورتي بكُت كذا أسنّ وويلي يكون النبي عسلا ذي دعونا طابتي وكي عائشة لما حطمه الناس تقول مركي بربوريين حلك سنما ذي يمسؤولك مسؤولية صار ريد يوم ما دم مولي يدب كودي الرفات كودي يو
xanuunihii badnaa nabiga qabtay xoogo dhan baa iskugu darmaday. Da-diisu nabigu ma weynaa 64 buu ku dhintay, laakiin waxaa weeye dadka ay da-du boobtay buu nabigu sallallahu calayhi wasallam markaa la fiiriyay xagga kale, inkastoo cirre iyo wax noocaasa badan uusan yeelanin, laakiin waa durba nabigu waa degdegay. Lamaa goortii asanna waxaana keenaya mas-uuliyadii walbahaarka, walbahaarka ku saaran haddaa sidii dameerka iska cabto iska sukacdo waxbaa dee waxaa weeye waxba lagaa dareemi maayo, laakiin ruuxu walbahaar haya fikir haya ummad xilkeed saaran yahay waxaa weeye dhafuruu ka cadaanay. Daayib waad cimri degdegaysa iyadoo la kala geed adag iyo haddana walbahaarku wuxuu leeyahay saameyn gooni ah. Lamaa goortii asanna uu nabigu waa yeelay ama uu duqoobay, wadaalika qabla wafaatihi bicaam, arrinkaana wuxuu ahaa intuusan dhimanin sanad ka hor. Wadaalika fadhikutugadkaana wuxuu ahaa qabla wafaatihi bicaam, intuusan nabigu geeriyoonin hal sano ka hor. Wa kaana sala allahu calayhi wali wasalam wuxuu yajlisu kii fadhiista mutarabican gabangaabsi ama fadhigoobeed waxay dhihi jireen, waa sida haddaad u fadhidaan badankiin, sida ninkan u fadhiyo wadaadkan u fadhiyo ninka u fadhiyo weyeed kulligi u fadhidaan badankii, insaan loo fadhiisto labada lugood la isdhaafsado salmigiina loo fadhiisto ayaa mutarabbica loo jeedaa. Soomaalida fadhigoobeedna waa dhahdaa, gabangaabsina waa la yidhahdaa. Wa kaana fadhi hadduu ku tukanhayo marka sida atixiyaadka loo fadhiista miyuu u fadhiisan jiray mise salmugii buu u fadhiisan jiray lagu isdhaafsan jiray? mutarabbicada waa la fahman maayo, mise waa in wadaad meeshan lasoo fadhiisad u baahantihi? Waa inaad fahantiin bay ila tahay xadiidkan isagoo cillaa ku jirta oo wadaadaa cilleeyay. Wa kaana yajlisu mutarabbican, taasi intayna gelin salaada sunnada ah ama ruuxa fadhi ku tukanaya istaaga xamili waa qaabkeeba u fadhiisan saddex madhab baa ku jira, sidaan xadiidku u sheegay in loo fadhiisto waa inaad salmigii u fadhiisato lugahana is dhaafsato fadhi goobeed ama gabangaabsi waxaad tidhahdaba, iyo inaad u fadhiisato oo ku tukato sida atixiyaadka dhexe loo fadhiisto oo iftiraashka la yidhaahdo. Iftiraashka atixiyaadka dhexe sida loo fadhiisto ma taqaanaan? Lugta bidixdaa la gogladaa, midigtana waa la qotanshaa, soo sidaa ma aha. Taasna nabigu waa u tukan jiray, waa loo tukan karaa bay culimmadu leeyihiin. Madhabka saddexaad tawaruq, tawaruq bimacnaa atixiyaadka u dambeeya sida loo fadhiisto oo in lugta bidix oo dhanba xagga laga baxsho, xagga loo sii qaado macal bawdyadeedii fuulinkeeda, midigtina sida loo qotomiyo salkan dhulka la dhigo oo sintaa bidix aada loogu fadhiisto sinta bidix. Saddexdaa qaabba waa loo tukan karaa, murana mala cinda ahli cilm, bal badankood waxay leeyihiin xasba maa tayasara lilmusalli, ruuxa musalligee tukanaya sida u fududaata ha u tukado, sida u fududaata isagoo ilaan istaagiba xamili waaye. Hadda laakiin waxaa laga hadlayaa sideebaa fiican uu nabigu qaabkee u tukaday, see si dhaantoon baa laga hadlayaa mooyeene fadhi laleeyahay salaad ku asixi mayso ma uu jiro. intaa markaynu ka gudubna xadiidkan waxaa cilleeyay alimaamu nasaa'i fii sunani, waynu kusoo marteen inuu cilleeyey oo uhi waa khata riwaayadan sidan jiri. Abu cabdillaahi maxamed nasr almarwazi baa isaguna cilleeyey oo yidhi xadiidka agtaanadu waa khata fii kitaabihi qiyaamu lleylkiisii iyo watriga isagu u qoray, iyadoo asala lama hayo laakiin ikhtisaarkoodii baa lahay, mukhtisaarkoodii oo maqriizi uu ikhtisaariyey fii mukhtasari qiyaami lleyl. Wakadalika ibnu mundir fii kitaabi alawsat buu ku cilleeyey, saddexdaa wadaad waxay ku cilleeyeen bitafarud, ruwaada intooda kale ma aysan sheegin ee xadiidka warisa wa kaana yajlisu mutarabbican, ma aysan sheegin. Ayib, laakiin hal raawi baa hawshaas sheegay wey. Ninkaasi waa nin thiqa ah marka la fiiriyo, nin thiqa ah wey, laakiin waxaa weeye wadaadaha iyagu sidaasay mareen, waa ijtihaad masaladu. Ama alimaam ibnu khuzayma, imaamu alaima ibnu xibaan iyo taxaawi xaakim ayagu way saxiixiyeen xadiidku, waa saxiix bay leeyihin. Bal taxaawi wuxuu yihi saxiixu lisnaadi gayru matcuunin fii axadin min ruwaatihi, waa runtii ruwaada nin duran kuma jiro oo xadiidka la daciifinayo, laakiin wadaadaa tafarud ku dhagay. Ninka mutafaridka waa thiqo oo xaafid ah, saa darteed bay imaam ibnu khuzayme iyo ibnu xibaan iyo taxaawi iyo sheekh albaani waxay u arkaan inuu ninka xadiidkiisu uu yahay xadiid saxiixa, aan lagu cilleynin tafarud, saasuuna ugu qoray meesha wa kaana yajlisu mutarabbican, saas uu usugay. Ama nasaa'i ibnu mundir iyo marwazi waxay u arkeen inuu khata yahay. Dhahabi xaakim markuu saxiixa xadiidkaasna waa ka aamuso, waxaad moodaa inuusan murun badan ka qabin. Wadaadana waxayba sheegeen ila mutaabiciin, ninka mutafaridka ah mutaabacadu way jirtaa, laakiin laftirkeedu far baa ku godan. Marka la khulaaseeyo xadiidku inuu sugan yahay
أي حق بدون العلم عند الله. الصلاة في النعال واسك أمر اجتهادي واسك أمر اجتهادي أمرك سيدا أن إلى قم من هذا أمبان تلمامين عدع كرته مركا كتابك هذا مرة يسين هذا رأي قاتور كتابك هذا رأي هذا مرتا عدع كرته معايا إلي مثل الأول ببحث قوني كاقب أنت كتابي بالأساس عن قصة أوريكيون بان مرة هي شرعي وكايري معايا مرة أول بمثل هذا يقول تما دوينات بحث خاصة كاسم أيش سؤال شيء اللي هو ديو أتبارني كدي بعد كجواب هذه بيل كدي بيسون وقت ما أسبوع كدي هي البنصاء وفتوى ذي أدو من السيد قاضي لما أقول وين هذا ندب في رسول الله إلهي نقوم وجيو علم عصب يفض إيه آية معنى عصب كوضاعي سيدا سهاد موقت الصلاة في النعال والأمر بها صلاة كبها لجوت كده كبها كتكت كه يا والأمر بها فرد الله إسفري إن كبها لجوت كده لما مسألو مرن كما جرى من نوال نسكو هيا مركين صلاة خلاص إنه في النعال كبا كتكتك قضب حوي إن البنان تهاي كبها أن نجاسة لهاين إن لقوتو كذو ومسألة إجماع عند أهل العلم مسألة إجماعية عند أهل العلم مرن كما جرى اليوم نرجع الحنبلي ومن المحققين كمذا ولي برقم مطلعين تهي إله يكون من نيستي فقه السلف كأنه الرشاد وحلو الصلاة في النعلين جائزة لا اختلاف بين العلماء في ذلك صلاة إن كبها لقد تكذو ويبنان تهي علماء نمورا كمان قبانا لنتاس تاس وابنان دي فتح باري جيسا مجلد كصدحات أفرتن إلا بنا سقضا أنوان هيو مركا تاسي ويكارد عضي كبان نظيفة ونجاسة لهي ما لقد تكون كراوذاء ورقوا محي مران لآن ولقد تكون وحاكوسو هاري كبيها يوغو النظيفة ونجاس آن لهين مسجد روغ يالو وغوغل تالو ومتلال يالو وقرحسن مع الديقو دي ظاهر بها نغضين مليلة نحقه كرام مايا ممنوع عند العلماء سايدن غوغلين فراش يالي إلا دقة هاي إلا نظيفين هاي ليرق دي إسليبان لدح يستاقي هاو شام يسعون إيسا روك عادي قبر كات جوكتي يمعو هاي مساجد التموحة ينسكي يا قرحة لدقي يا عرض يا بعاد كيو ها دملا أما بنان علاء الجوكت لكن مسجد لدياري أو جوال لدقي أو لفراشي ولا هبي أظل السنة عن طبقة هيا مساجد ما ضاكها الله إن تاسنا يدنا مرا ملا عند أهل العلم لما أقول من داينا بالدليل نبي وحول كبها نينكي كبقى بكبيسها كنت كذو أما هيسكي سيبو هوسي سهر دكتو يوسن ميدك تي سردي بيدح سهردي وهذا يسن نقول إنن ميدك تروح يكون حجاي بحقوق دراي روحنا يوسن كل دبن كبيه كبه كنت كذا لكن ده كل دبنا مساجد جوجل إن ده كم يات كل دبن مسوات كوا ناجين ما كله صوغش كبه كجوابه مركنيا هذا شو ويدين فرنتا طيب وأدبوه أذية المسلمين في مساجدهم يقوليه لدقي متعلق لها هبيء لما بعنا تاسنع علماء المتأخرين تأ كدم بحالة النبي يقول نولا يا صحابة النولا المساجد أيضا يقولينه فراشنا وسن أولين إسكا أهيد بعد كي الناس كي يتموها إسكا أي كدم بيس معناها سيكا الله وحين درشدين معناها حديث كلا لفظي يسمي معناه يقول دقي ولا يؤذي بهما أحدا أو غيره labada muxuu aha nambar way ka fuqeen baan umbaray waxa ku soo haray marka hal nambar oo ah in kaba lagu tukado iyo in aan kaba lagu tukana keeba fadhi badan halka qodob baa ku haray way banaanta in kaba lagu tukado daan nijaas aysan lahayn mutafaq ijmaacul ulamaa ku guntay nusuustana hada way ku tim hadii masjidku googlan yahay oo google taala in aan lagu wasaxayna kaba mudo lagu dhibeynin culimadu waa ka hadleen oo maran badan kuma sii jiro taana way ka hadha waxa ku dhiman marka dad kaba qabto inaad kabahaada ku tukato iyo inaad siibto keeba wanaagsan oo fadhi badan inda ahay ilm misalada baa saadiman misaladaana imaamuna shafi'i asagu wuxuu yiraahdaa imaamuna shafi'i asagu wuxuu yiraahdaa waxa fadhi badan kabaha in la siibo waa sa lagu tukan kara wuxuuna ku cilleeyay kabaha marka siibto faraha lugaha ayaa si fiican uu ku qotonsan hayo ayagoo cad oo waxba ka xigin teed uusan ka xigin dhulkii bay qotonsan hayaan
mar walbo dulka la baashirto od farahaadi iyo wajigaadi gacmahaada dhigtaana ka fiican intay marka wax saaran yahay teed saaran yahay ayagoo dulka wax u dhaxeeyo ciladaas ku cileeyay qoliyo dambe mutaakhirin wax badan fahansan waxay dhayn nijaasa dhici karta imaamku ma ba sheegay nijaas wuxuu ka hadlay cag bannaan oo dulka la dhigo iyo mid kaba qabta keeba ku fiican taasuu sheekhu ka hadlay marka cilaa aan imaamku sheegin bay la aadeen yaa nijaasa lagu dhibay qoliyo mutaakhirinta ma ogtahay waswaas yuhuudiyad bay qabaan in badan ayaga ka mid ah marka imaam shaafici sidaasaas uu ku cileeyay laakiin jumhuuru salaf waxay leeyihiin waxaa fadli badan in lagu tukado kabaha شافعي وحقوا في جماعة من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى طائفة كرهضة أما جمهور السلف يوحي أركاين الصلاة في النعال خير من الصلاة حافية إن أتكبها كنت كتادين نظيفين النجاسة أي سنلهين أي كخير بدن إن أتكبت كتو حق عدان أتكبه السيبته بل جماعة من التابعين والصحابة وإن كري جرين إنك أصوه كبقى وكبها أسيبا أتكد درتين بل وحيدين بركوذ وبدعو إن كبه اللوسيبا أتكد درتين marka aad bay wadaadaha qaar ka isku dhibi jireen in tabdiic la gaarsiiyana ma aha sida ila muqata laakiin jumhuru salaf iyo fuqada badankood waxay qabaan as-salatu fi an-ni'ali afdalu min as-salati hafiya imaam shaafici jamaacana halkaas ayay mareen labada saddexda qodob baa marka meesha ku jira intaasi marka aynu kaga tagno fiqiga mas'alada وكان صلى الله عليه وآله وسلم إمامنا النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح مسلم وفي شرح المهذب أصوى قل يا متأخرون شافعي ردنا يا وحوري قل يا سيدي وكراها كمان لقلت كذا ضمب حبك مجران بلوى بنان طيب بل هو مستحب شرح المهذب كي بوساكو إلى هذا شيخ المذهب إمام النووي محي الدين أبو زكريا وكان صلى الله عليه وآله وسلم حوها يقف كي استاقه حافيا أصوى عقعد وانكبق بن أحيانا مرك قاركو ومنتعلا أصو كابا قبانا واتكنجر أحيانا مرك قاركو ومنتعلا أصو كابا قبانا واتكنجر حديث كابا حديث أنس مركا وأنا حديث متواترة حديث متواترة وي مركا حديث بضم بقوت مد وعركواء إن كباها اللي قلت كذا مركا أحاديث كنت من أحاديث أحادا مئة وأحاديث متواترة من حيث المعنى ما كلا فيري marka ta waqti badan lagu sii bixin maayo inta marka waa asalkii ibaaxada amarkii wali muusan sheekhu sheegin wal amru biha wa inoo dambaysa wa abaaxa dhalika arrinkaas u baneeyo in kabaha lagu tukada ah ama la siiba ah liummati ummadiisa faqaala wuxuuna yidhi idaa salla axadukum midkin hadduu tukanayo falyalbas nacalayhi ha xidho kabihiisa ha xidho aw amase liyakhlachumaa ha siibo bayna rijlayhi labadiisa lagoo dhexdooda labada adin dhexdooda ha ku siibo ولا يؤذي يوسن كل من بهما لبذا كبوت غيره غير كيم مسلمين تلتو كان يسيوس كل من ليش أمرك وحايم تخير 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 حديث كجرة إيه كبا أما كنت كأما سي روح مسلمنا هكل من تخير كاسا كياني أمر كي إن لا صار فيه أصول كانوا حكوا صمرتين مرتين التخير بين الفعل والترك ينافي الوجوب قاعدة أصول جايد التخير بين الفعل والترك ينافي الوجوب haddii lagu dooransiiyo lagu dhaa sheegan waad samayn kartaa waadna ka tegi kartaa sheega waajib ma noqon karo amarka kale yimid waxaa lagu fasirayaa inuu yahay banaani ama istixbaab atakhyiir bayna alficli watarki yunaafi alwujuub la alistixbaab cinda alusuuliyiin laakiin haddii lagu yidhaahdo waad samayn kartaa waadna ka tegi kartaa dooransiinta lagu dooransiiyey ka hor iman mayso diidi mayso sunannimadkii لكن وحي ديدي واجب نمتك بالدليل قولي عليه الصلاة والسلام بين كل آذانين صلاة لمن شاء لبدي آذان بوحاول حيث صلاة يا صلاة ربا ننك الدونة تخيرين دورنسين تنبو ننك الدونة موحي ميشا كساريسا صلاة هي آذان كدبدي اللي تكون هاي أما راتبة دي أما صنان كقبلية داها إن إيسان صنان هاي ما يلقى فهم هاي إذا سيدا أسوي التخيير بين الترك والفعل ينافي الوجوب لا ينافي الاستحباب معناها سألوك جيدا سألوك وضع سيدا درت الإمام البيهقي هو أيمن الشافعي هو وين كمد وحب باب استفيد سنة الكبرى باب سنة الصلاة في بن علي باب سنة الصلاة بن علي أو في النعلين
أسوحيل وابا سنة اللي قلت كده وأنا شافعي آئمة وضوي ولي برقا أقيم بضوي نين لا أقوانا بشافعي وكو يريا نادر بوي مركز هذا سوي اليوم نرجو الحنبل يسوحي إلى هذا وبع قبله ابن تيمية وحي إلى هذا وحأبض نيد نبي قلت كده 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 الأغلب في صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة هيدون وكبا كنت كذا النبي صلى الله عليه وسلم أبطنا إنه عق عدان كنت كذا وكبا أوسيب ويبي يريد بيد هذا الدليل ذو أدري شن رجب حكم الحديث كأنس لم يخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة إلا مرة فخلع القوم حديث كدارا نبي وكبا ما بسيبين إلا هالمرمويين وأنس مركو أو نبي أخذ من جري أو أنت أصلا لجوي صحابي وجدنا وحوك عبري إلا مرة مرة كبضن بنبي قبل أن كنت كذا لكن محل وجه ذا سحابك أنت نبي أكور قلي أخذ منه اللجوء بضن وحو أرك جريئون نبي وكبا كنت كان بل هل مربس وأركسون كبا كنت كان ولعل غير كينا يركين نبي وكنت كذا قبل أن لكن وام حي وحد كفها ما يسميشاس بضناشو هي غلبة بضن إنه يجرته ونبي الصلاة كنت كان جريك بها حديث كالطبراني بصوصرة في الأوسط بزار بيهقي بيهقي وحويلي طبراني في الأوسط بزار بها قنا وصبحونا لا بأس بإسناده لا بأس بإسناده حاب إن رجب أو معنا من إنتا إن لقدايه وحول حديثك سندك سوى في عين هاي وحكى لأنك مجرى عبد الله بن مثنى كجرى أصغر وحن صوشا نوني من رجال البخاري وأني قوي أدبو دفع إن رجب حديثك فتح الباري قيس مجلد كلابات لباب قطبات هي اللح قبل قبل مركو حنو جيدنا صلاة إن لقدت كذا كبوة بنانتاي markay google jirto ana kabaha waa laga ilaalin waa laga dhowrisan muslimiinta loogu dhibin in kaba lagu tukado in lagu tukane keeba fadhi badan ixtilaafa fiil fuqaha faqad waa isku maan dhaafeen badan koodna waxay leeyeen waxa fadhi badan in kaba lagu tukado wa akada waad keyay alayhim muslimiinta dushooda afwan alayhim as-salatu was-salam wa akada alayhim as-salata fihi ma ahyanan afwan wa akada waad kay subanu alayhim ala al-muslimin as-salata tukad lagu tukado fihi ma fin alay أحيانا مركا قاركودنا وادو دوجين جريوي هذا مركو رمحي أهيد نبي قوة كتو كان جرى واتو كان جرى صوى كباقة يأسوان كباقة بمبا مرنا وحيوري ننكي دونا كباها كتو كدو أما هاسك السيب روح مسلمان يان لغور ديبي تاسي وولي وهذا سهلا أولا ضفان دو دوجين يحوجين كما جرد مركا قاركو نبي وادو دوجين جري فقال وحيونا يري خالف اليهود يهود خلافة قرم مرا بقان كو ذكال لحظة رواية عند ابن حبان والنصارى بقدرتي رواية عند ابن حبان والنصارى خالف اليهود والنصارى فإنهم أيجو لا يصلون كمت كذا في إن عالم كبه هذا كمت كذا صلاة وحي صلاة كل شيء أنا مقلوبيا صلاة بمية صلاة شيطان وإيه كمت كذا كبه هذا ولا خفاف خفك أنا كمت كذا خفك أباه الله الله قشدو سجسيان تويك أما إسكال شوين كي يسوق إسكويك حديث كان مركز أسوق xogow muran ba ka taagan kan kuwa hore ka soo tagnaa kala ma aha hadithka muran ba ka taagan hadithka marka adigu tirmidi iyo abu daawud iyo waxa wariyay ahmed iyo jamaa wariyay waana garanaysan al imaam abu daawud muku hadithkan wariyay fi sunan sakata alay risaladisi ila ahli makkah wa xuli maxan ka aamuso fa wa salihun indahu ala tafsil inda ahli hadith waxa sahih ila ibn hibban hakim سند كيس وحاء تحسين حافظ العراقي في شرح الترمذي وحاء كلو تحسين صاحب نزلة الألباب وذات كيماني جاه إسكالها نزلة الألباب مجلد كلابات سديات بقولي صدر وصاحب أنيس الساري في تخريج أحاديث الواردة في فتح الباري كن سقال بقول تضباطن يلح كن سقال بقول تضباطن يلح مخراتين أولي من حديث أنس سند كان مخراتين كان ضعف كجرة مخراتين لبعض من سعودنا وعليها هاي ضعف بأسنا كجرة أبو هريرة وعليه هذا الله في باكجرة وحل وها استكلي ولقدر حديث كان هذا إنه خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالم ولا خفافهم وتفرد من ثقاء هو يعلم شداد حديثك هو من حديث شداد من أوس شداد من أوس باوري حديثك ويلو دعوه يعلى الليل هذا ومن ثقاء أي لا تفردي وكل جيب باوري لغم متابعين بيد هذا مركة علاضة أم بيكوش شيء يعني علاضة مركي علاضة وهذا ودك شلقو سي أبو داود نماها وكذلك ابن حبان حاكم يحفظ هذا عن شيء وهذا دم عاصرنا أنا وكل دجان
وعاصرintaas dhag jala qoma nasjineen dhahayba markuu u tarjumaystay asaga yaa ibn shaddad miisaanka uu kaga hadlay ee wuxuu yiri xadiidkiisan khaliful yahuuda wan nasara فإنهم لا يصلون في نعال ولا خفافهم ولا دا فرقليبو بعض الأئمة فرقليبو أي مضى مهل أنت انتبرت وان باري وان باري شغل باين أصل كومشيك أنا انتبرت إذا أركي واي أما معاصرين تو إشارة ذا ذهبي كل جاي مركا واحد وانا بعي وانا ماشى كل شيء تاني سيدا مو قطع عدوك عدي سوغان وي عدوك هو السوغان يا لبقى بمركا نقول إيساي حافن حاجة أسوي حولي هدي لو جيدو هدي لو جيدو إن يهود الله خلافه وقصد كبه أقول تكن أيتا يهود خلاف يا النصارى وصلنا بول هدي هاد إسكت تكن إنسان وابنان تاي بول الإمام دقيق العيد في كتاب شرح العمدة واحد قصة مرتين ويجري كبه اللي قلت هو بنان تاي لكن مرة ما صلنا من غنقرت حيل كبه واحد واحد روضنا معها مرك عبادة اللي قلت جربول قشني إذا بدرك أنا لجمع وياي دقيق يوح كويا الله محلتهم يسكت جوعان شو ضبع مركا تزيين مركا أوبا أن تزيينه يقروح يكبر نقول لك كرامبور عرفي عادو كبر ولا واحد رجودا صلاة دي اللي قول حدنا مركا أوبا أن تهاي قروح بين نقول كرامبور إن قروح للرهاديو يين نجاسة اللي يسكت دورة كيابا درام بواسوي نجاسة اللي يسكت إلى ليه الصلاة عبادة كلا قد دوره ومصلحة ضرورية أمام مصلحة من الحاجيات وحوية قانون أصولين شود أسوأ الشيء. زينة يقروح إلا هذه أنا وحول وام حي ومرتبة قدام بيتي قدام بيتي مصالح ذا. مركز تقديم الحاجيات أو الضروريات أولى من التلبس بالتتمات والتكملات وأسوأ تاجيها. لكن حال جايدي شنو حنفية أو شديدة يمالكية ويرديين. مدغ العيد وحردي الإمام العيني في شرح البخاري عمده وكيف لا يكون مستحبا يروان النقدي نبي كنت كذي سلفك أبطنا حديث باكوتيمد حساب طاعات شكتيب الوماشن معنا مالها مركا لقاها الله يبنان بلت لكن نسبة يمد نصوص تمركا إلا الرعاة وانا أكسن بوري مركا رقب ضم باكها الله إنا يهوشو سيدا طاي شافعيدو لكن وذات كان بعد سكوية ردبا انتان كل يارك حديثكم علاه صلوا الشيء جواب تدم واسدة وأنا مسألة اجتهادية هاد واحد الكل صحيح يا سيد شغل بانية جماعة ديكو رجنا وآخر هدوا كذا ضعيف كي هينا أنتوا راقوا وفلا نمام بوحيدا هذه صلاة كتوكة كهبها اللي قلت كان يخوف كأية مخالف اليهود نبي كان مرة بكتها جين قاعدة متفقين الدليلين وحيدا هذا والنبي إذا أمر بشيئا لم يترك وصحيح لما هينا محمد مضمون شيء فرق حتى إلا بدين خاص والنبي إذا أمر بشيء لم يترك أو لا يترك إذن وحي النبي هادو يلي خالف اليهود والنصارى يهودي النصارى خلاف أو كباها كنت كذا إذنك يخوفك إنه أيهو كباها يخوفك كمت كذاني النبي محمد مرنا أقولت كان جري حافيا مرنا أقولت كان جري ده وحي الله يلي أنا سعديد كسمال كمرا هل مر بقولي كيف كنت وكمالان تكذيد مركا أنا علي حاجون باتمدوي بالدليل حديث أبو سعيد إيمان دونا ما كان صحابة يدبه تاعنا كبه سيبين إنه يجي كبه يدكم حدو سيبتين هذه هول إسكفران آية تاعي أو نبي قوس إن شعلي كبه كنت كتك مرهن محل كبه سيبتين مركا الله في ريو حد مودا جماعة سلف كسيد أبو بدين رأيوه دون القيمة بدين وكان وحاسو بنو ربما نزعه ما إنه سيبا لغيابا مركا أحيانا تا مركا أو شيخ الشيغي هدي حديك أنس بيها قين حجيي إن رجع من صحيحي لما رو أحيانا تا فربا كو قدنانيس وكان في الغالب إلا يهدي مكان نقنيس صوما تو أحيانا تا لغد داي وكان وحوا ربما وحا لغيابا نزعه ما كباها النبي إنه سيبا من قدمي لبي سأدن أكسيبا وهو في الصلاة لبدا الدين يعني لبدا قمدود لغه وكبحيا ملوجيدا وهو في الصلاه سوى صلاه كجره ثم استمر في صلاتي صلاتي سيبو ودنجرو مسو بالله بجر كبيبو سيبي كدي من هلكي بقصي ودي وتيفقدو يقالين البناء على ما تقدم للاستئناف ان صلاه كبح ودي بكسو بلودا استئناف با ليلادا ان ميشي جوتي كسي ودنا بناء ليلادا كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صلى بنا رسول الله رسول كلاهب أن تجيه
ذات يوم مال مالمها كمدة فلما كان في بعض صلاته صلاة برتن كان نبغو مكم مرحي فلما كان في بعض صلاته صلاة سبركيات مركو كل حجرة أولي صلاة أوزن رمينين خلع عن عليه كبير سيب وسيب ونبغو بحشي فوضعهما وحور دقاي عن يساري دنكي سبدح عفوا فلما رأى الناس مسلمين تي صحابة مركي أركي الناس ودتكم مركي ودتكم صحابة بلو جداهاتي ذلك أرن كان النبي أوسم مركي أركين خلعوا نعالهم كبوه ذي بحشين يو النبي وكد يانيه قال النبي حيوني مركي صلاة وكب حي كدب ما بالكم حائد هلي وألقيتم أب حسين أسيبتين أما أطورتين نعالكم كبهين كبه قبتين محد أسيبتين وإذا هلينكم إذن وأنا سؤال لك الجواب قالوا حيدا سحابة رأيناك ألقيتا عليك نبي الله وحانو كوارغن الله كبير بحيو سيبه هاتي هذا نكون دبت تغني وحان لسكوغا إمامك وحو سمياء سمياء ما يشكو جلت سوزي ذا ما ويقدر أنت ما بيقول سمو صبر إمامك وحو سمياء الله سمياء الضوء فريست الله فريستو هدو استاغ الله استاغ الدور إذا النبي قد سمياء أساقا لو وحيو ده شارعي باللابا لو وحيو بكبه سيب ليجيبا مركو وحاوي وحبا دعكرا وحبا نكبود وان إلضو فمياء فلما قضى صلاته صلاة النبي مركو لما استيقال وحجر ما بالكم حائد هلو ألقيتم من نعالكم كبهن أو بحسين أما أسيبتين قالوا رأيناك وحانك أرقنا ألقيت أدو سيبي أما طوري نعليك فألقينا أنه وحان طوري اتباعا لك ونعالنا كبهن نقبان طوري أسيبنا فقال النبي حجر إن جبريل عليه السلام أتاني وملقاس إيمن فأخبرنا وحجر أن فيها كبه إنه كوي الله قدر نقش أما وسخ يكون تعلق أما النجاسة أو ما سقال وحول أذن لب كوي الله وحلا لب صدق بنادم كيد لب صدق وفي رواية لو حكينا حديث كأولياء هاي خبثا نجاسة يكون تعلق طيب خبث هذه الإطلاق في الطهارات في الصلاة أنت بدل نجاسة نقطة لغة هي عرف جانا نجاسة خاص كماها لحلا لب صدق وح حاران تاء وح صن تاء كل ولا إلى هذا لك هذا أن جاسوك فسر ما دام باب الصلاة والطهارة الجمع فألقيتهم مركزا سيبئهم بحشي فإذا جاء أحدكم متكين هدو يماد إلى المسجد ما له لقد تكني فلينظر هفير يفين عليه كبير سهاء إيغو سلو احتياضه اللو دادال فإن رأى هدو أرك فيها فين علي قذرا وحقشنا أما وسخا أما أسقق أما نجاساء أو قال أما نبو حوري أذن وحلبأه وفي الرواية الأخرى رواية كان له حكجر خبثا فإن رأى فيها خبثا أو قدرا أو أذن بسكوك حرن طيادي فليمسح ما كبه هاتر تروه كره قلولك وليصلي فيهما هنكتكدو وليصلي فيهما هكتكدو أمر كواه محمى أمر استحباب بامس وأمر وجوب أمر استحباب على رأي الجمهور وأنا أمر أدب وإرشاد على رأي الشافعي هو إباحوها الدنيا سوق أمر كان إباحوي وأن صومر تفصيلك وأن صومر شغان في الحي فقالوك كالقبع حديث أبي سعود سوى حديث خاص عام ولي قانو صحيح وحمورا لملا كليه وحاون كجرى صلاة دي هدان كجرى نجاسة أذن أغين هدان حديث كخبث كإيا أذها إيا قدر ككوي من أين نقفة سر النجاسة وحلق فائد إذن نجاسة أذن أغين هدان كجرى صلاة دي ومرض الله صارا أما كوفيات كاسارا أما سكس أما كب إن عاد كسيب كرتوس كطور كرسالة إن عاد كسيب وضن هل كذي وضن تبغى يقول نقني طيب هذه سلة إذا قدر كوان وحكر ولا قشين صور نبي قود بسداي ملك ونا قود بسيل ملاكته وحب نادن دبنا قود دبا وحنا دو كود بنا يو واب دبابا وضن كلا هاي نبي قود بحل الدون هيا إلهي نكور يستاجو سدا وقف عن ربنا وجعل يا ملاكته يرها لك تا مرك وحد وان دبكور الله هين لكن dadka qaar ka qarkay dibsan haya ilaahay u dhaw in nabiga looga digana waa laga yabaa nijaas meeshaysan oo ihtimal kale waa ihtimal baahid ma ka hada laga hadlo qaab kabaha loo siibay jibriil oo hadlay la fiiriyo tayib iyey nabigu ee dardaaranka dambe oo saxaabada siiyay ee ku saabsan marka masajida ka bala la yimaad wixii la sameyn laha inta marka la fiiriyo waxaad moodaa waxa meesha ku yaalay nijaasaya tayib waxaan marka hadii ku deeyo noqonaya fuqahaadi xanafiyada iyo maalikiyada xanaabilada oran jiray ee kabuhu waxa ku taahir noqonayaan in dhulka lagu ramuqo ama lagu rugo ama lagu jiido
ashyada adag ee kabaha iyo wixii la halmaala ee haduu ingegan yahayna dhulkaaba lagu jiido lagu tirtiri hatta haduu qoyan yahay dhimma la wadaada qabo dhulka lama lagu rugaayo yutahiruhum ma ba'du hadithkum muslimi ghayr kibay u dalishada ama anaga shaaficada waa na taqaanaan nijaasa sideeduba maxaa dhaqa biyo marka ama mar hala dhaqo ama toddoba hala dhaqe nijaasa biyo yaqaana saasa anagu taaganna xanafiyadu nijaasada qoyan iyo midda ingegan bay kala qaadaan xanaabilay maalik iyo maalikiyada ayaad moodaa masaa'ilka tahaaraadka inay nagu dhaamaan anagu xuguu tashadud adag baa ku jira waa kuwa adagna haddaan shaaficiyana nijaasaadka نجاسات كان لغو أدعاد كادان حيوه وحكو جرة شبه أن لغو قستبا كجرة في اليهود إن نجاسات كان لفوضايستان وحكو جرة شبه في النصارى نصارى دواد أكتن كريستان كن نجاسات كما إلاليا كما دوران كما سرقتان وي فوضايستان كونا ندح جوغنو معيد هذان ما جني ما جي بيكولي أحمارضونا وها وهانو بيكولي biyo waa biyo intuu kaajo oo baalkaasa u gilgul iska dhaqaaqahaya warkaadida waa un biyo kule kuwana waa sida nasaaradu nijaasada way ku aafaysan tahay weliba kuwa aan sheegaa iyagu saxarada waxaa laga yaba inay gacmaha iskaga tiraan musquluhooda meelaha qaarkood maba geli kar derbigay marinayaan waa gudaafad kuwa iyagu dadka kuwa u liita wey oo kuwa dadka u liita marka in nijaasaadka la fuudaysto oon layska dhowrin oon laga taxadarin sida nasaaradana ma fiicno in lagu adkaado nafta layskaga bixiyo salaadihii ay ku dhaafiyeen oo dahaarada ku dhaafiyeen oo masaajidda aad ka shikado kukedan aad fiiriso maantana wadna xanuun iyo stress kugu dhacana ma fiicna sidii yuhuudi dhexdhexaadka xanaabilada maalikiyada yaroon tayib ama alxanafiya tasaahul badan baa ku jira tasaahul badan baa ku jira madhabkooda xagga nijaasaadka washaaficiya tashadud badan baa ku jira waxaa dhexdhexaystay laba madhab ee kale وكان وحوا صوبن إذا نزعهما مركو سيبا كفها وضعهما عن يساري دنك بذيح بوسكدق الجري وكان يقول وحوك لو رجل صوبنو أها مدجل أهدا إذا صلى أحدكم متكن هدو تكني فلا يضع يوسن لقن عليه كبيس عن يمين دنك مدك يوسن اسكام مريدين دنك مدك ودن لا احترام ولا بركة يسان ولا لقن ما هي ولا عن يساري دنك بذيح نيوسن اسكدق فتكون مركا أي نقط عن يمين غيره أي في يمين غيره هذا دنك بذيح دكتور مركا روح كل جو وكل تو كنايو روح ميدك تيسين نقنايس اللي أنت مكان وساء وتاعنا هاي ميدك تهديم بالليل بذيح لنا هديم هدي نينكو كحكة نينك يجرب تاعنا ميدك تيسين يقول سحكت وسيدا ما إذا هذا دنك ميدك تيسين نقنايس إلا الله يكون إنه صناهين عن يساري أي في يساره أحد روح بنو سنجوج من بوي مركا بذيح هذا دقيسة هدي بذيح لا جاجو ميدكنا الوجود إذا محل الله سامين ولا يضعهما هدغو بين رجليه لوها هوستودا غشو لوها هوستودا غشو هلكا لوها دخودا دغو طيب waxa laga yaabaa marka lugaha dhaxdo marka dhageysa inay ku dhibto sujuudi ya tahiyadki ay ku dhibto ruuxa ka dambeeyana oo ku soo sujuudo oo dhibaan hore iskaga yar labada low rijleenka aanu waxaan u malayn in loo jeedo hada labada jeer meesha ku aadan la dhigo waaniga taawilkayga hada شيخ عقاب كملي لأنه هذه الصف كهادم بيو أو لبدا جمد برت قدر دكتو مركا أيوك سجود وقت تكتبي يقفور كيسان ككعد عايا نيجا كهادم بيو أدور أتحيات كبي كارد أو مس فريسين كتزيد للربي مركا وحالك نقول هيا حلو ولا يرسكي ولا ريحه إلى يكو آذان لبدا اللي أما لبدا اللي جلب نحو ماشي كود عايا صدا صمير قل حسن والله قمنا شاهي قوي يدنك صدن تاني جيلا باب الصلاة على المنبر منبر كان لو دول تكدو منبر كان هذا لغه خطبيو كلي منابرت ايا لو جيدا اني بنانته لو توكن كرو هداي صلاه كو بل انت اد فوشو او كورتو اد ددكا قاركو توسي كرتا قابك لو توكدو وصلى صلى الله عليه وسلم رسول الله با توكدا مره مر غورب وحو كوتي على المنبر منبر كدوشي صلاه خطبيو وفي روايه رواية حديث كأولي هاي ورين وحاق تيمين حديث كلين رقبة ما وريه أنه منبر كذو ثلاث درجات سطح طبق درجة إنه لها سطح جرنجر إنه لها سطح حكبو آه منابر تصدح يشان يلحي وقليار ديريو طبان قرسي وضع رأيته منبر كو
midu imaamku saa ugu soo istaago markuu soo fuulahayo iyo mid u koreyso uu ku fadhiyo iyo mid dhaxdhaxa wey soo sidaa ma mid u koreysa lagu fadhiista ta u hooseysana waa lagu istaagaa ta dhaxana lugaha la saarto markaad nasanaysaa la saarta wadaadana ta dhaxay ku istaagaan oo ay ku qudayaan ta u koreysa way ku fadhiista kolba sida ku fudaata wey ee waxa uu nabigu ku fadhiisan jiray ta u koreysa wey ta u koreysa lagu istaagi maayo intaa ku istaagta ka khudbayn maysid oo ku soo fadhiisan طيب وأنه ذو ثلاث درجات فقام عليه النبي كد الاستاغي فكبر صلاة بوحدي وكبر الناس وراءه تدكي كدن بين صلاة بي لحدي والحال هو على المنبر نبي ومنبر كدوش سوء تاغي ثم ركع نبي وار ركوعي وهو عليها سوء منبر كدول تاغن بقدول ركوعي ثم رفع وصوته سي فنزل القهقرة قدال بوبحي دب أقرتي وكسو دقا منبر كوي لول كيبو يمد إلا أسقى ما لغو سجودة ما لهي فنزل نبو أدقي القهقرة دب أبحي ويا ونمبر كوي كسو دقا وقدال بوصو قرتي حتى سجد إلى أكو سجودة في أصل المنبر منبر كجريديس ما يشعر لولك كهي بو يمد ألقى سكو سجودة سلكيسي ثم عاد هذا منبر كيبو نبو دب أفولي فصنع وحو سمي فيها في الصلاة أما فيها في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى ركعة دي كوباد إنه مش شيء إنه لفظي أهان لكن معنى هان بإنه شيء جن طاي ركعة دي كوباد وحو سمي بطن سمي حتى فرغ إلى وكفر غدا ميا من آخر الصلاة صلاة وحو دم بيكبح ثم أقبل على الناس ضدك بوصوا قبل كسو جيست الصحابة فقال وحجري يا أيها الناس ضدوا إني صنعت هذا كان سميي او ان منبر ان كدلت كذا مرنا ان سو دغا مرنا ان دبو كرا ما حنو يلي لتاتمو بي ان ادو دياتا ولتعلموا ان ادبرتان صلاه صلاه ديدا اني و يشدن ياي ولتعلموا با ولتعلمون و والله اخريا ان ادو غاتا تعلم كان اكو في عن وإن هذا قد يطان وقاب كان أتوك إلا صلوا كما رأيت من أصلي بان إليه سان أتوك يقاب كان أتوك صلاة دين ربي أقول دواد إن هذا فهنتان بان ربي وإشي نمعالي لدي النقطة حديث كازوك وحديث صحيح في صحيح مرة بمالا والقرنيس لكن تعليق يرو الشيخ وسط كده يقول أركتان يحقو ملاحظة كجرت الشيخ وسط وحكو لي هاي سيدة سنة أمين بركة لغو خطبين المساجد اللي لديها هايو وإن أو يهي منبر له صدح جران جرر أوسان كبادانين إن أفر جران جرر لغادهو أو صدح يهي لغاباديو أما شان يهي لح لغادهو حور الشيخ هو بدع أموية ريبان أمياء بلايبه هو بدعو لباتك لو يكينتو أو صفك إني منبرك دووين صفك لغوين هايو مسايدك قيبنا نقاضان هاي منبرك دووية أو ميشان لغادهو صفك مردان هو لغاته صف دم بحل قاسا لغوتك صفك مردان هو خسارة هايا زيد بن عيون كدغا صوفت بو كلا غويا دباتي بان ولي ابو شرحي طيب قيل هوشا وا بدعه ان صدح لغا بديو فربا كو يرغدن خوغو وانا هول ير ادق ويي سيكستو نوقتي خلاصته وها وي نبي محمد صلى الله عليه وسلم سال اوكتي واغه هوري منبر موسى لهين مركو خطبين يو دربغا مسجدكا ايو قبسن جري ساسو هو خطبين جري وا دخه tir ba loo gudbay nabiga markuu daalay oo ku dangigsaamo oo qabsado markuu u dambeeyay nin ruumi ah wuxuu yiri nabi maxamedow shay lafahaaday culayskaada xambaar umaduna ay ku aragto dadku ay ku maqlaan ma ku sameeya bal samee minbar buu soo diyaariyo markaas uu keenay saddex darajo leh minbarkaas uu nabigu barka waagi dambe soo ku khutbeenayo umaduna ku hoggaaminay ku geeriyooday khulafaa'u ar-raashidiin abu bakr umar uthman ali minbarkaas ayuuna saasi ku saddex darajo خلافة معاوية بن أبي سفيان أما الدولة معاوية أي من برك اللي بدلي مروان بان بدلي أو أمير كي مدينة مركز جوغي أه ساقا من برك النبي محمد توقع علي يوحو كقدري حقه هوسي لح درجة كقدري وكار عبصي درجوين كنا محمد وقع إنو قدو المرو لح بهوس كراعي مساشان رواية هذا محسوستي أدوه هول تيه ركبه بهوس كراعي منبرك waa dheerad cirkaas u tagay markay muslimiintu joogo qoonsada minbarka inuu bedelo qaado wuxuu raamirki muuminiin oo macaawiya soo faray minbarka inaan kordhiyo
riwaayada oranaysa Muawiya amarka bixiyay shaqal bana soo waadhay fiya kitabkiisa uu kaga hadlay al-Ujban Naafi'a fi salaatul Jumu'a ya hawleed laakin muarikhuntu way soo gaayaan muarikhuntu way qadiya musallama ahaan oo la yaqaan soo guurshaan si kastaba noqotay ama Muawiya amarka lahaado ama Marwan ha ku dhaqaaqe aqoon inta xusaday Marwan ba membarkii bedelay membarkii Muawiya ama Marwan sameeyay ayaa la isticmaalo Madiina iyo Masjid Nabii Muhammad yaa leewligi ila 604 hijrada asagaas sidaan bay u ku socotay hadii la tarmimo la hagaajiyo lixii intii uu nabigu ku ogaa iyo intii uu ku daray Marwan baa lagu ay keenay diidib loo dayac tirahay 603 ama 4tii uu Masjid Nabawi gubtay xariiqii gubashadii buu mamarka ku gubtay ku tagay maraambid nabi hadda yaa la boqor ku way sameeyeen qowa nimar ku ishtaadi hawlaha weeye mamarka halkaas ki reebana umaye iyo kiinan maxamed ba halkaas ay ku gabagabowbeen marka waxa uu haray kaliya oo soo dhiman kaliya bidcannimada sheekha laba dhinac baan ka fiirnay wada naqdiyo yiri warkan uu sheegay oo uu yiri albaani minbarka in saddex darajo laga badiyo ma banaano waana bidca wax ugu hore waa bidca in la yiraahdana wax ugu horeeya albaani ma jiro taasi waa khata waa lagu horeeyay al-imam ibn battah al-imam ibn rajab al-hanbali wuxuu yiri ابن بطة يا جماعة من أصحابنا يا غير كود وحيد هذين وبدعوا لما ما نبنا إنه بدعية هاي صدق أنا لو كرين كر كرين كرين وحال بنوه ري جماعة من العلماء منهم ابن بطة عبيد الله ابن بطة يو جماعة من الحنابلة طيب مسألة وشيخه خوش هذي ولا وجه الريوان اجتهاد وحصوها كلية بدعني من صحبة صحيح لماها صحيح لماها هاي لي وسائلكم وسائل كان محض جاءه بدعاء يصنع منا مقش وسيلة ذا شيء لجو شيء ذا شيء لجو جاره هاي إيه وشيء ذا أصلا جو صنع هين إيه إن شيء ذا لجو جاره كلي اللوس ما يي بدعاء يصنع منا مقش هدي لكن وسيلة المقصودة لذاتها هي تاي بدعاء يصنع قش من بركن نين روم أزوز ما يي نبي قصد حد رجع لقى صورة دجا مدي جيت دورة هلاقى صورة مدي الوح على قد ما دين مصابير هلو قرع ما دين إذا نبكو اجتهادي صنع صانع أو فندي أو فريامة أسقى كنا بقولنا دن طولها وما دون أي عرقته خذ بدن أكو جوته وأكو جوتي من برك أم بعض الربع صدح الدرجة هذا ترى هذا وحيدا لنا هاي من برك نين محن وحي لجس وين أتقسم إنسان قيط نور وين أتهشان الوح مفجية بحر صاف كان مش هلا دافيو hawla kale isku wixii xil jiray masaabirtan iyo dubahan joojiya waxaan leenahay masjidka nabi maxamed uu yaraay masajidina minbarka saddexda darajo la dhigay masjid la eegna keena ilaa kuuno way masjid nabi wuxuu ahaa konton dhudhun oo dherer ayo konton balac uu ahaa mise 100 balac iyo 100 dherer dhudhun dhudhun ma mitir hada la ma waa dhudhumo laba dhudhun waa imisa لا يردون بمتر على إيد هذا ما قانو قليه واحد متر يلا ويدي المهم مسجد كنتوا لك يا مستمعين تي انت لك هاين يجيت كنو عيز خشبك يا وحل وباو وحل نقول هيا تعبد يا توقيف ورباش وسيداين يسعين بعض المودة طيب وصيله وهي هديهم مفاسدا كلا علو كهلين لجبت بعض ومن بركة سفن وسن كلا جويني مسجد كانوا مضوا وسن كل عيرين oo minbar afar darajo ama shan darajo kulba baahido sida intay timaada ah intay keenta waxa dhib ila inuu san lahayn baan u maleeynaa laakiin shaqalbaani iyo ardaydiisu iyo dad badan way isku dhibaan anaga shaaficiyada ah waxaan leenahay dhib malaha haduu san ahayn minbar weyn oo masaa'idka cirir yahay safkana kala goynay saas shaaficiyada ilaada waa bidciye waa sunna min dooba baha wakadalika almalikiyya ayuuna sidoo kale wakadalika alhanafiyya ama alhanabila iyagu waxay leeyihiin طائفة علماء تري وبدعوا سيد شغل باني أويل وبدعوا مثل هذا مركا نك فافين تطبع في العبارة إنه رجب الحمد لله مراجعيو مجلك سديدات لابو بقول أفرتني يا لابو حافظ من حجر رواكها الله إن من باب المصالح لقديه أو كل باب هذا وحي كان تلا فيه لأنه ما كان مرسر سارن تاي عد كان وصف عم بوجود بهي مركا تولين كل جو ومكرفون لا يزني بقى الله يا
dadkuna xataa haday bataan si fiican bay ku arkayaan laakiin markuu gaaban yahay saafka hore laga yimaa ku arkaa ruuxa dambanaad buu ku arki maayo ama cod kale aad u maqli maayo laba maqsuud baan minbarka laga lahaa in khadiibka la arko ruux markaad indhahaada ku fiirnayso ayaa hadalkiisu si fiican kuugu duxaa aanaad u maqashaa u fahantaa inta badanna indhaha wax laga dhagaystaa dhagaha wax lagama dhagaysto ma indhaha wax laga dhagaystaa mise dhagaha tee awood badan labadaba nin walba uu garan caasho garata weeye tee awood badan baan ka hadlaaya nin baa labadaba iskale labadaba maxay tahay indhaha awoodda iskale ruuxa haddaadan fiirinaynin hadalkiisu aada kuu gelima isagoo darooyama waan maqlahaye wabadila joogta maxaa kugu dhacay waan ku maqay laakiin maanan ku baraarugin marka lakiin indhaha ruuxa ku fayaxayso dhagahana sii daysato wixiis waa ku galahaya indhaha marka iyagaa ka khatarsan dhagaha saa darteed shayga aadan arkaynin wuxuu kaaga baahya dhegeysi xoog badan dhintoona saa u tiraahdo ila ma aragta shaygii wax badan baa ku dhaafi waad ku celin laakiin ruuxaad arkayso hal mar baa kugu filan inuu hadlo marka way istaageeraan indhahana wax hogaamiya masaalixii laga rabay marka minbarku wuxuu ahaa in imaamkii la arko codkiisa la bogto la fahmo afcaasha uu samayn ee salaadii ciidana la dhowro la arko hadda minbarkii xaggii ahayd maqalkii iyo dhegeysiga waxaa laga kaftoomi karaa makarafoon waxaa la haystaa meel walba ku dhacaaya laakiin weli waxaan looga maarmaynin aragtida oo ruuxa in la arka ah makarafoonkii laftirkiisa mar walba iska tegi karaaba waa korontan baasoo gaala gacanta ku haystaan wa iska tegiba marka layskuma hadlayn kara laftirkeed oo waxay u baaraysaa baro badan inaad codkaadi la kala baxdo oon laysku hadlayn si kastaba noqotay waxaa weeye asalkii sunnadana ha la ilaaliyo oo in minbar la samaysto oo in laga tegin waa dhaqan uu nabigu ogaa oo iqraariye oo uu sameeyey ha lagu daydo darajooyinkii minbarkana ha nagu ciriyeen oo saddex nagaga dhigine kula baahida waxay konton nooga dhiga ra'yiga oo ila quruxsan laga sheekh albani laguma eedayn karo lama dhihi karo waa qowl lam yaqulu axadun min alculamaai qabla lama dhihi karo waa looga horreeyey intaan baan oga jeedaa xadiidkan annaga shaaficida waa markaan fiqiyaadka marayna waa aragno culays buu nagu yahay inagu waxaan dhahnaa salaada ficil kahiira haddii lagu sameeyo mutacamad oo loo qasto wuu buriyaa hadduu ficilkaa weliba dhaco fii ruknin waaxidin ama fii ragcatin waaxida nabigu hadduu aragto minbar buu fuuli ka soo degi salaad dhan buu ku tukaday minbar fuul soo deg fuul soo deg marka xarakaad saddex gaaday iyo ka badan oo mutawaaliyaad a fii ruknin waaxidin tubtilu salaa cinda shaaficiyas shaaficiya haddaad madhabkeeda ku adkayso salaadaada waa inaad aada u ilaaliso aada waad u ilaaliso waxay dhehen xataa farta haddii la dhaqaajinayo keligeed waa inaad dhaqaaday dhehe inta waa inaysan la dhaqaaqin day saa kaa noqoto salaadaada waa ka kacbay dhehe farta keligeed waa inay dhaqaaqdo haddaba dhaqaajinay siday ibnu xajar iyo rimli ku sheegeen fii futuxu wanihaaya keligeed waa inay dhaqaaqdo haddee maa farta nab oo muruq baa ku geliba muruq baa ku geli marka xooga waxaa ku jira adayg baa ku yar jira shuruudda qaarkood waa inaga soo maray kutubta ku soo maray nabi maxamed oo tukanaya laba gabdhoodoo fuudley reer bani cabdimutaalib aa dagaalamay markaasuu nabigu kale fujiyo kala qabto fuudley dagaalamaysa fuudley isrifaysa nabigu kala qabanhaya oo kala jiidta xagga u turta xagga u turo kala jiid salaad buuna ku jiraa ummad buuna tujinaya makuuna markaa jooga isagoo soo xajiyay xajkiisa inayd baan jeclaa u dambeeyey iyo inay cumrada ayd garan maayo gabadhii awugu waa umaama mint abilcaas markii nabigu tunka ku haya markuu rukuucayo sujuud hayana dhigan hayay markuu kacayana hore usii qaadanay yani afcaal badan oo nabigu uu samaynayo aad arkaysaa oo hawlihii shaaficiyada ee ka hor imanaysa saxaabiga abu barzat alaslami isagoo tukan hayaa faraskiisii yuu gacanta ku haystay faraskii baa dhaqaaqay wuu jiiday faraskii baa ka xoogbatay waa la dhaqaaqay haddana meel buu istaagay salaadu cabaar waday faraskii baa jiitay wuu jiiday ilaa uu salaadii dhammeynay faraskuna waa jiiday isaguna waa jiidahay mid khaarija ay yidhi bi'sa shaykhu anta sheekh khariban baa tahay buu faraskan iyo salaada ma faraska ma ilaahay baa fiican mise faraskaa fiican faraska maa iska sii daysi meesha doonaa ka baxood ilaahay curmaysa jaahil baa tabi dhagaagoon or iskaga tagay meesha ilaahayna waan caabudi waxayana waan ilaashan buu marka waxaa weeye afcaal badan baa ku timid salaada nabiga ku dhex timid laakiin in la ciyaaro meesha kuma jirto xadiidkin mascuud waa garanaysaan fii saxiix muslim uskunuu fi salaah uskunuu fi salaah salaada dhexeeda ha la xasilo
قدام النبات كان وهابي ذو كأف في سدس كديس وهابي ذو سلاط وان قن صدام الداعي ذا وكجرا قرك سالي برساس وكله برساس ولاه هاي أنتو سنجلي محسا أسوده هواي وربنا أسو سلاح هواي مدة ما أنتوا عمادوا هجاجين عمادوا مرسى وشيء دي مرة يد فرد يد بطابا وسائل هاي وحوي وحن مودي بقى صلاة مرك هي جلا وهابيو بدن كير أنت أنا أركان كهلا هيا أنا أنا كثير سنة أنا من كلا سعى كو خلدا بي إلا يدي بكو قد دامر بس صاد أحد حديث دور كوحان قتل معنا دقاق النبي قوس سمينا لسكو حد قد بين حديث قوس كون وحان قتل إنا باشا لقد يجيب بهال آفيسنا إسكا سعطة تركو فيري تيمو طابا ومدح صلاحي عماد وتستوسين كلية شارك مانتو طابا وحاصل إنسان سوق لصوت دياري مرد الصلاة قشو رق دقاق بضان حالا إسكا إلالي حالا خشوعو وحمركا أيسا باهي كينين السطرة وجوبها وحبان كبود والمحراب بدعة أخرى بشيخ ولا يا مرك لا كلا دون هذا من بركة يا خسي إن شاء الله تعالى السطرة ووجوبها سطرة هي واجب نمت كذا سطرة واجب بعض إن أتجب بعض إذا توحد كارت هذا ده كور مرايا نجح خصوصا إيو قل حيوك بدن إيو الواع إيو بركين كلا قطسنتي وين وحكا عليا جباد وأسطرة ووجوبها هنا واجب تأدلة كتب إلى النبي يقول حويه وحادك الصوم الرأي استباب القبلة قيامك قيامك وواحد حق لي صلاة المريض بعد حق شيء نيك دون كنت كان هي بصور حق شيء فرديك صلاة هالسنة اللي كنت كان هي بصور حق لي هذا وحن مرة هنا مركة قبل ذا تقاب الشيء وأنا تهاجن تهاي وحلا جرها بين دقته جباد إن أتصم يسوت شو النبي يقول يجري قلب كاسيت تهاجنت وكان وحى صلى الله عليه وسلم يقف كي استاجه كي جوكسدا قريبا مد كدو من السطرة قريبا ميل كدو من السطرة جباد كيسه جباد كود كتبه قد لو انجر ان باش هلكا قتمس او مد على رفايس وترى لا يوم مر كرو او دير دن يجبل دن بخرات لو ما باهنو ميل ودو با دغنيسا مركا ادو سجود كو غاري كرت سجود دا واخ كف لو مو حق مالين فكان بينه نبي انت كدخايس وحا انجر وبين الجدار درب او توكن مركا درب هادو كهوريو ثلاثة أذرع صدح دون لفظ الشيخ وشيخ وتصرف واللفظ أسوق تصرفية لفظ كوي من ماها لبدا كتاب أوتيري بخاري أحمد بأوتيري وأنا من حديث النافع عن عبد الله بن عمر لفظ حاوي كوي من لفظ الشيخ تصرفية ويسدن ماء سدن ماء طيب كان بين مصلى رسول الله كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاء حديث لا كتمت حديث ابن عمر الديرا النبي عمر كعبدا غلاي لو فري او كدح توكدي وحديث كوري او كتصرفي الشيخ هو يقول وكان يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاث اذرع عبد الله بن عمر بك النبي اسو موسى الراعين ضد كل سعيد ويدي مركاس و خوي النبي انت او جسي دربغا صدح دود و خو دوبا كخيا لي تربح حقك ها تربح حقك ها تربي أسوق قابله حديث كيف الشيخ سوق خلاصي أو أنت معنا هيدا كخصي يصير ترى ضع يسوقات تعبير كيسة أنه يكوب كياني لفظي كان مركها وقال إنه يعني لفظي سحابي أو إما هو معانيه سحابي أو شيء أو شيخ هو تعبيري هل مر بين على قضية ضعيفة ده هل مر بين أهيد مرك كان ذا أشيخ عبري حيوق مرك مقرحسون كان أنت بدل وحيكود على في اللغة وتقنان فعل كصون أو نضع أما سب بدل لو سمي فعل كلا دائمه أما إن بدل دعية صون أو نضع كان لقى عبرة على سبيل الندرة يحيكود على شيء مر هالمرة واحدة دعاه مرك شيخ إنه كان أجيده سيد النادر كي وادع كرتا لكن كان ذي أنا قال نهضي توحوي فالكاسي وحود عي هالمر مرك الله بدل ملاحظة كجرته سو كان كعبري فالكون هالمر دعي إيو سو لفظ حديث الشيخ كان وسو اختصار طابة دبملا دبملا وبين موضع سجوده ميشو كسجوده هي انت وضح يسيه والجدار دربنا ممر شات نيف أرى إنه مرأي أهي سجودي سا هي دربك كهرية
inta u dhaxeysana wax yar oo neef ari ama mari karo neef ari wuxu maraya meel aad u aadan mari karin soo sidaa ma meel yar oo ciri uu mari ay odise uu maray murkaad oo socon uu yar ballaareen laakiin markuu dhaco inuu meel maro meel aad ii joog gacan balama gelin karo ka baxaya marka meel wax yar baa u dhaxeeya wey tan laftirkeedu waxa ku jira tasarruf baa ku jira oo xadiidku laftigiisu waxa weeye kaana bayna musalla rasuulillah موضع سجودي كما إمان أحاديث موضع سجودي أحاديث كما إمانين وحكو يمد مصلى رسول الله إيوه مقام النبي لبضى اللفظي بأي مادة لفظي قاسو عنك حديث شوق عوتيري بخاري مسلم من حديث سائل بن سعد سعد وي وحانا وي كان بين مصلى رسول الله رسولكم مكانة تكت كيسئي وبين الجدار ممر الشعر كما إيمان الحديث كموضع سجوده موضع سجوده لفظ أبو داودنا أصنوا حوءها كليا كان بين مقام النبي وبين القبلة ممر عنز رئن تيمرتو لكن شوخه لفظ أبو صلى ودقيق فقه سوداتك ويا حنطو وحيدا فقيه ما هو محدث لكن تحقيقات كسمكات في رسوا فقيه لكن فقه أنا ألوك لبدن يعني شوخه كان لبضى اللفظ كتابك أصل كا وحونا يدي وحان أغلى يحدي مصلى رسول الله ماشو نبي قد تاقنا يدربك وحاول حيث هدير لي إذا هذا رئينا يمرتو حقيب كو سجودة بان كلها يبور معنا أوفر صدا هذا ترى هذا النبي قد ماشو تاقنا أدي ماذا كو حيي يدربك كو رئي وحاول حيث رئينا يمرتو مرقو صور ركعون نبي قد سجودة حقيب كو سجودة هاي فينا مرت سجود ما تضيقه من إسكلاب عشان ما تضيقه ولا كرة إسكلاب عشان بينضيقين يفضل لي منه بقى نبي محمد إسكلاب بحين جري وصلاة دا سيف عن سجود جري وقعمها كلا ليجي جري سيؤد ضيقه بشيخ قوي بحكمه وذا ذو فهم يعني كاهو صبحين كان مصلى رسول الله هي مقام كوحلو جدا موضع السجود ما يشون النبي يكون سجوده هي دربجة هي رئنا مرتود حيسيب له جدا هذه لك آية هذا ماشو تاجنا إيو درب جو حاود حيصير رئينا يمرك كرتو وحن كله وذاذو ها نبي حقيقة سجوده كنت كني وذاك عام جاية الركوع عيد جنازة ميد هري هلا بحول حقيقة سجود دونا ميد حرو فقير اللي بنا أكفر ديا وش يجي ما عام بالله كنا جنازة كسوري استاج وقال جنازة وهرت الله الله أكبر فطعيب دم يور ركوع عود ما له حقيقة سجود دورة اللي ميت كان مشي يالله ميت كان مشي يالله حقيقة سجود إبراهيم ما هاي رضا وداد ولا بس ركوع ركوع لكن نقع لو شيء ما هاي مرقة وحوي وحوشة ورساء حي شيخ يمكن اللي فيه معناها مشكلة مصلى رسول الله هي مقام النبي هذا الأدمها كده يكتب وداد وحنقوله هاي نبي حقيقة سجود دورة معناه وفهمتين برمالي صح ويا شيخ معانه الشيخ وابو حسين يعني لكن وحال لنا هاي وجمعين كره شيخ لهذا مصلحه تو لفظك حديدك كيانه يو اشكال قوست انه يقول شيخ لها لو مصلح مركه جمعي لها صوت معناها انها صحيح وانها تلمامه اشكال كان بياميه يا صوت لفظك صحابه يا حديدك الاليه سو ما في عناتي طيب لكن شيخ ما يلي وحول وانكو اختصاري قالوا واجتهاد دملا وكان بين موضع سجوده والجدار ممر شاة ماشي كسجوده يدربجا كهرية وحاول حي رئينا يمرطا من نفقر وين مرق سداسو سداسوي المهم ظاهر كحديث كوحاكو تجاو مري حافن حجر وابن رجب شرح البخاري ومصلى رسول الله يوم مقام رسول حكى لجين ماشي النبي تاجنا الإمام النووي ومري سدا الباني مري أولي هاي مصلو وحاول موضع السجود طيب سي أن إشكال كا يدبك أو إيمانين هذه اللودة ينوي شغل بان سيدي من اللودة وحان لين لفظ كان شغل بان وسيدي سأوكين معانها في عانة الشيكتين إهوستا كنت المان لفظ كان أحبيان لقب الدري جمعا بين المصلحتين دبا ملا هذا إناس مشوا كجرتا وكان يقول وحن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي حأوت كنن
إلا إلى سطرة جباد موين وحكى الحاجة وتكني أظن جباد هاي زنين أسطرة لجنين هتكني تامرك وحلاقة فما هي أسطرة واجبتها ولا تدع حكتك من بسحاب كجيل أحد أنا أحد يمر بين يديك أحد أنه هرت لا مرنها أقلان ومرك سطرة دقته سطرة دي هذه أنت إذا حيسين الله مري وين أكو حرام وين فإن أبا هدود روح سعود اللقين يئنوا ماشي أضياء قبات كذين دحين مالك لأنوا مر هدود يدو فليقات فلتقاتله الله دقاله بمعنى فعل كو قاضوا كو كعمين تبرب الله ما هي اسكا قاضوا أديك لو قليوا حاجة لأضوا منك هرس وقاضي مكتك قاضر فإن معه الروح وحا الله سعود القرين قرين كي سيب الله سعود رفيقي سيب الله سعود لما نهيسي روح والبو جيداني يجنب الله سعود أدوكتي روح كسر بين آدم صغير كبير جنب الله سعد الشيطان بقول لنا مركا آدم بك مركا مشى كسر ديسو الشيطان كذا فتت كسر ريح كسر هم هم بورنا يوي فإن معه القرين لما أني بريح أيوه كحم بارة مشى كسر ردي مسك صبرنا صلاة كبعيس أما ميرها كلام مر مشى كسر طماطين أيام وعسك كسر قادني كسر ريح أيوه ويقول حكى النبي ورجى إذا صلى أحدكم إلى سترة متكين هذو جباد حق أتو كنيو فليدن منها سترة هؤلاء وهذا محل يقول لا يقطع لئلا يقطع عليه الشيطان صلاته لا يقطع يسنجين الشيطان عليه على المصلي صلاته سان شيطان صلاتك هاي جين أدو سترة ميل مرابها وياه مكسرة أدو وهذا روح ميل مراب ملا حقاس ورجايا قعدنا والله جاله واسك قبل هذه قاعدة سوق السكان الصحيحة ويمرن ملاه إذا صدق والله دوان صدر عطيان روح كور مرنا واتك علين لا بقى المسألة ويو أذو سرنا ضيق تواواج ما كاد منفرد تاعي ما كاد كل جات كنيس إن أتقبض ثمين ستواواج هذا الإمام تهينا إن أتقبض ضيق تواواج هذا الإمام تهاي صدر عطيق كور دجان يا أمتك هذا بسنة أسطراء أمتك هذا بسنة تاسع أسطراء أيوه مركا إني عليا أن تتكم مرة يصدفك بيحيني يفرع كل فتان ما في عنو طيب سطراء ده هوري أم بلديدين لهور مرو إذن ما إمامك يروح كلي جيها بوحالك ربا سطر مركا ديغطو أذي قبادك أنت إذن بحيث أحد مريكا مجرو مرة برنانو أدوغن وازدفاع حق بيبير لكن مركا ديغنين وهذا وجه فإذا أنت كان يسون ترأي سكولين مسلمين تونا يكال لحظان بواجب ويسون كهور مرين إلى سجود دادا ويب ملها كلام مرا كافق هذا وانا حاران إنه كهور مرا ما بنانو بل حفن حجر وحوليه مكلا في التقرير النووي بل هو من الكبائر يعد من الكبائر مرك حقا إلا مروي حديثا لكن أظن قبات كولين سنك أونين كامرو حق من الفراغ كل فتو أما زكي عليه حق من الله أنا ما لن سميزنين حريمك من أحيا أرضا ميتة فهي له ما مغشي مركا قباتك هذا قطو انت نرى اسكالي واضح رئيسة طي ويكو حرانتا روح كامري كرم مجر لك هذا اسم كولين ويوض فرانتا روح دردري كرا حقنا أمره إن هذا سقى فراغ كل فتو لكن شرعي أساق وحوف فري إنه سنكهر مارين سو حرام بيكتهاي هذه سو سودر در حرانتي إن هذا فراغ كل فتو سكعي سحق ومليه وين سفانا نمالي لا بدا بضاء كالطومان مركا لسكو مخال ديكار هذا أنت مقشي ننك كهر مارا وشيطان فراغ كل فأضون قباب بردقان ضدك محموها الله دقالت وخلطة طيب وكان وحاسو بنو أحيانا مركا قاركود يتحرى أحيانا ويستيده أحيانا وأما الحظين الكبرى أكتان مهمة أحيانا يتحرى اسمك ينهي من حيث المعنى مربو سمين جري وكود ذالي درمس كينيسا يتحرى ويجتهد وحد كود ذالي جرتين مربو هبل سمين جري وهبل هوشا مكود ذالي جري ومدبتا ما مربو سمين جري لوليه فقا أحيانا أحيانا إيو يتحرى مركا يتحرى واللفظي مروقها لكن أحيانا وتفسير هي اللفظ الشيخ الباني مركا صادر تيت مقروح سنو وكان وحوها صوبانو أحيانا مركا قاركود
يتحرى كي كد ذالة الصلاة إنه كد كدو عند الأسطوانة تير كأكتيس أسطوانة واتير مساعد كنان محل كل حيا لي التي أسطوانة سو في مسجده مسجد كل حتى لي تير كهذا وحكو آدنيا برتمه روضة كي الله ماشي الروضة اللي هذا مساعد كتا لي ذات كالله حرسومين أرقي قيب تهراء سوما تقانا رقي نعم ميلها تقي تير برتن كي سكو يالي وي تير كاسو نبي انت بدان سترا كدقان جرى كو آدي جرى كون أكتو كان جرى أكتيس صحابة واجد أم بقاد بوقت كنجرنا واجد أم تي أركان نبي ماشين وبرتل ما بعد كديكت يقاد وقت كنجرنا وبحنا نجري رقم وين علماء في دي جري أكبر صحابة أنصار بقاد وقت كنجر إلى أم من كانوا لسكو عيستا هنا أكبر طن لقوم أقول وكان أحيانا وحيا تحرى كي كنت على الصلاة عند الأسطوانة تير كأكتيس تير قطمة وين التي في مسجد التي في مسجدي وكنت ذلك جري وين مركا أحيانا ما هي النبي وابدين جري وأنا كنت ذلك جري وقت من أكون بحج أحيانا ما صح ما وايدين تلمام ملينا وكان وحوها إذا صلى النبي بركو تكن في فضاء مال بناء أما بنان بلاد الله ليس فيه شيء يستره أم ليس فيه شيء يستتر به عفوا ليس فيه شيء سمح أولين يستتر به وقبات كدكت رجح ملا درب ملا جيد ملا ومال بنان وبناء غرز وحو قطمين جري أما مدجري بين يديه حربة أما حربة إيبو ومرشن ير أما وران ير تكي إيو مرشن إيو إيبو إيو ألوى مكرة دوني إيبو إنت بضم حال الرعية وحي الرعى ذا ورنك شدا آكاه بسطول دور رعية يا رقو ورى ورمها كود دقال لم جري وحي رعسن جري ورنك إيبو الله سعوت ورق روح عاد قاعد لقى عندهم بالغوط ماتيا أنت بدن ولكن نفتك خواتنا والله طور هذه الله بعض لكن أيضا أيضا هاي كروات جني سير ليك بقى طوري وتكو غارسون وروح كود ويروح كافي كلهم بعد كود ليش وبعال دي بدن وين مركز تاسو نبي كود بدن جري سعبولي نبي ما هيني أيو قط سنجري غرز بين يديه وحكو قط من جري أما كو مدجري حربة أبو طيب أما حربة إيبو أما تكي أما مرشن مرشن كان وينكو أو وينكا استعماله ملع كله يو قريها نكو قط قطة وضبوه وضيع وما حاس كو قطة ما كان مرشن رقم بقاطه اللهم واجد ما قولي يوسف يدا هاي سياري سنجري مرشن ما يودن جري فصلى إليها وتكن جري إيبو ضع يتكي داس والنبي حق وتكن جري والناس ضدكنا وراه ويكتم بيان دخلنا أصيّ النبي كده بتكون هيا إمام كذا حديث كنا وها ثواب بالمعنى بأكدت رواية بالمعنى أنت أه وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به وهذا بالمعنى حديث كوي النبي والسمين جري أيو مركا شيخ معنا كوري حديث كوحها لفظ يسون كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة أو الحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء ومعنه نبي مركم عيد أصبح إيبا لو قلت من جري حق يدو تكن جري تذكروا وكتب تكن جري هدو صفرنا سيدا سبيالي جري ومعنه كان إذا كان في فضاء ليس فيه شيء يستتر به معنه لكن لفظي ما طيب لفظي كان ما يشكو شيء ومن كلام ابن عمر حديث النبي قال لقورن هاي ما لبن بلا لكن لفظ الشيخ هو كاني ومفهوم من نص الحديث ومغزاه حديث كان مغزيه سال لقى فهمه هي اسكو ميد ويو عيد ما كلا تقى ميل بنان بلتي سفر ما كلا لو بحنا محلتي ميل بنان شيء اسكو استرتنا ما هي ستين تاكي قادي مرجن تادي مرجن قادي ورن قادي وقت زريس معاني هو أساس معنى حديثك هو لا فهم لكن لفظي آن وقوم جري أنت أصلاً وقوم جري ذاك ليه أدبا ملا صادر تشيخ ومكو أصل كمرأي وكلا صاروا وتلمام لكن مختصر كان أمساً كو عضينا وشايدا من مدو محوجة يا شيخ إنه النبي كد ذالي جري سترى إنه كد ذالي جري هدو الصفر هدو عيد تكن هايو هدو صلاة واجبة تكن هايو هدو النقية هدو صعدالية مركة وشيء واجب إلا فضيستنا ما إنه هدين الصمالي نايوين فضيستنا وهابية كهرنا لما أقول نبا أنا وذا شافعي وأشاعر يو يا وحنوس وأخرين في قيادك ما باب كونه وما جرم
in aad wadaad suufi oo sutra dhigan aragto intay wahaabidu nagu kalkaliyaan weeye intay wahaabidu sunnooyinka sharxeen nagu kalkaliyaan bay hawsha soo baxday sunnadu nabigu waa ku dadaalay suturadaas aad waa lagu dadaalo aa la dhigto daay wa axyaanan mararka qaarkood kaana wuxuu ah nabigu yucaridu kii gudba raaxilata heshiisuu gudbi jiray fayusalli ilaahay ayadu u tukan jiray markuu nabigu wax kale waayo hasha gaadidka u wato yuu intuu saa u gudba xagga qiblada yuu xaggeeda u tukanaya dadaal meeshuu ka qabo dadaal waxaan ka qabo dabsar baan ku abuuray buu yihi waxa weeye nabigu wuxuu dadaal ka qabo sutrayaysan la-aan aadan tukanin hal dhan oo wato nabigu gudbahaya hashi fadhiida saa iska sidii soo leecin uu gudbi uu fadhiisin kadib u tukanaya xaggeeda saan loo hormarin marka dadaal dheeraada ayay u baahan tahay qadiyadu wuxuu sheekhu ka baqay inaad hadda tiraahdo oo show maandhow sokiin la yidhi ma aha geelu sabadiisa laguma tukado oo fa innaha khuliqad waa min ashayaan oo shayaadiin bay ka soo jeedaa ay geela laga cararo sabadiisa iyo xeridiisa iyo lagu tukan maxay tahay nabigu hasha uu hadda gabaadka ka dhiganay sura ka dhiganay soo uun geel ma aha hawshu buu rabaa sheekhu inuu kaa baraarujiyo wuxuu yidhi wahaadaa khilaafu salaati fii acdaani alibili u tukadka neefka geela xaggiisa loo tukanaya gabaadka laga dhiganayo wuu ka duwan yahay buri khilaafu salaa ku tukadkii buu ka duwan yahay fii acdaani alibili geela sabooyinkiisa lagu tukado saba iyo xero way kala duwan tahay caqanku waa sabada geelu markuu cabo meesha uu fadhiista intaan la durduurin weeye soo ma taqaana taasaa saba la yidhaahdaa fa innahu nahaa canha nabigu waa diiday in lagu tukado sabada tanna asagaa sameeya waa ogol yahay wey waa laba kala baab in sabada geela lagu tukado lama ogolo oo nabigu umadda waa ka reebay laakiin neefkii geela ahaa suturaya gabaad waa laga dhigan karaa laba shay oo kala duwan wey haweenaydu inay ka hormarta lama ogolo adoo tukan haya haddayse iska jiifto meesha oy taalo dhib kuguma hayso sidii markaa xadiidka caaisha laga fahmay iyaduna ay ku murmi jir ku doodi jirto hooyadee radia allahu tacaala canha wa axyaanan mararka qaarkood kaana yaakhudu nabigu wuxuu kii qada arraxla kooruhu qaadan ama heeryadii wixii gaadidka saaraa fayucadilahu markaasuu toosinaya heeryadu marta dhulka la dhigo waa iska daadanaysa koorihii uu kala daadanaya waa in laisku celiyo markaad isku habayso toosa waxa uu kumbub buu kuu noqon alkuud yar baa kuu soo bixi kuusan markaasaa ku tukanaysa nabigu marka dadaalkiisi wey waa burku hadda neef wey geeli awrta ay foofto wey banaankii la geysa adna nabigu sutur la-aan eebo la waayo wuxuu soo qabsan hayaa radii irtiga saaraydee karbaashkiisi iyo wixii saaraa buu soo qabsanaya kabaaladiisa markaasuu isku habaynaya markuu wax kuusan noqdo iyo u tukanaya kaana yaakhudu kii qaatu ah nabigu arraxla heeryadii ama muxuu ahay karbaashkii ama muxuu ahay koorihii fayucadiluhu markaasuu toosin fayusallii markaasuu u tukan ilaa aakhiratii xaggiisa dambe u tukanaya daayib waa dadaal dheeraad ah wa kaana yaquul wuxuu kaloo odhan jiray idaa wadaca axadukum midkin hadduu dhigto bayna yaday hortiisa u dhigto mila mukhirati araxli kooraha intiisa damboo kale mukhira in la xarakeeya yaa iyo xarakaysa aniga mukhirana waa la yidhahdaa luqaad badan baa adu ku banaan dhibba ma laha innagu haddii awrteennu awr rakuub ahoo loo sameeyo koora ma lihin anu intaan ka warqaba haddii maalinka la guurin baa lasoo qabtaa kabaallo baa lagu xidhaa kabaallaha marka la dhuujiya la adkeyn baa heeryadii hawlaha kale lagu qabta saasaa lagu rartay laakiin nimankan carbeed waxay leeyihiin fardaha say u kabaal muxuu u koorayaan baa awrtan loo kooraynaya bahal kuusuna xagga horena kaa qaban haya xagga dambena kaa qaban oo kursiga ku tirsada ku celiya ayaa yuu leeyahay awrtoodu leedahay oo heeryada la socda lagu horreysiin may karbaashka la saaro irtiga saa loo saaraba ayaa lagu qaban haya kabaallahan la xidhiya alaabta mid iskaga bixi ee reebaadihii isku ku kala hadhaan maba lahaba iyagu saaba laha marka midkaa way muakhiradu kaasaa loo jeedaa waa gambar kuusan oo saa kuu celinaya inagu waxaan sameynaa kaasoo kale marka awrta carur la saari ama maqal lagu guraynayaa la sameeyaa kabaallaha la yar taago say marka caruurta xagga horena oga daadanin xagga dambena oga daadanin laakiin ninkii muxuu ahaaye isagu xamar ku dhashay ama islii xisaabaha fahmi maayo aan lagu wareerin marka waxaa weeye in kuusan oo heeryada ka mid iska soo qabso wey soo sidaa ba
وإذا وضع عدوكم مسكين هذو دكتبر يدي هوتيس مثل مؤخرة الرحل هي إذا أنت إذا ضمبوك عليه فليصليها تكذو قبل وقف لم تعي ولا يبالي سنتن كجل أو سوء أبيال من مر الروح مر وراء ذلك قبل كوحي كقدم بيا كجد عليه وصلى مرة مر النبي تكذو قبل كدكت إلى شجرة جيت قطمو إلى من شكب حشي وكان أحيانا مركق قرقد وحوها يصلي مد كذا إلى السرير سرير تحجج سرير تجوري مركبين النبي وسات الليل كي تكني روحي كلجي في سريرتي وكجي في حجج هذا قبل ذلك كان نقط وذو تكن يصلي إلى السرير وعائشة عائشة رضي الله تعالى عنها مضجعة أي كجيفته عليه على سرير كجيفته تحت قطيفتها سجائد ذهوس تذن أي كجيفته يعني سجائد كجيفته ويكرك كجيفته سجائد كهوسيس طيب إذن هؤلاء إذا مركز سيرة صارن أو كاهو الرئيس أو حكو يلي ميسو ويمعن هذا ميشو كجيرة وكان صبن وحوها لا يدعو كان كتقين شيئا شيئا مر مره بينه انت أصدق كده حيسي وبين السطرة قباتك انت كده حيس قباتك أصدق أحوذ إلا مره ما أقلان جرين فقد كان يصلي نبي قواءها مركا قاركوذ ميتو كان إذ جاءت وحات من الشهات النافع عريقه أرينا سعود حمام بكو أكتاي تسعى أيضا أردس بين يدي ويبقى أفرق أرق وحوالاك لو حكاك دوني الشنقر دي سلامة دريم سوى كو أرتاقا سعود ما أركي شنقر ملا حوالاك الشنقر بصدهم باجرتان ملاي بصدهم أيضا ما شنقر له تسعى أيضا أردس بين يدي هي بيت ميت في با سوء ردو ربطين يا نبي هورتي سمرت أدن كيدي أفكي وحكو أدن نبي نهور مرت فصاعها نبي ولا أردتها ما كي سوء ردو نبي أصنا كو أردي قبات كيس وأنا تكن هيا سريبه وارك سوردي سقرر قرر قرر زوري نبي وكو أردي قبات كي حقي سوء دقاقي ما لا مرتوي حقا طنبي كوريكت نبي قدبر كيسي مرت أيضا هولو قبطال لما هل كان يمر هدي فلان تهدي ويدر ما يشفر ربي مري وايضا حتى ألزق إلى النبي قد جيه فصاعها أي فصابقها بي كدقانتا ولا برتمي حتى ألزق إلى ودجيه بطنه النبي بقيسة بالحائد الدربي وها قباط النبي كل وادو كل جيلاء مال مرتوي ومرت نافك عرق وحمر من ورائه قداش سام دبر كسدم بيمرت وحاصلن الدذال أه شيخ مسألة سطرة وكل راضي سو ما جيت دم في حديث دبر دقي مرك وحوي ها حسلان لا هاي وي هنا فانتان بشيخ الرباء ومسألة أكو دلاشان نينك عرق فوريد كده وعي سو مال في عن طاقية معوري وأرجع فورد كاير بالي مال في عنو دري في عنبو وتشوجاي وحكم مقام متجري ها حسلان لهي بس دقائق مال هل كان فاضي وماش هذا كان لهي برجع شو بقول إذا كل حي مثلا والله فوزي استايا الله فوزي سنة برشة خلية وصلى نبي وقت كذا صلاة مكتوبة صلاة الله فرج عليه بقول كذا ماني ما لما كملها فضم يده قعنت سو دبي أما أورشي قعنت سو سيداجي قعنت أفرج بوسى أو قبطة فلما صلى مركو صلاة تكذي قالوا واحد من صحابتي نور هي لا تكن هي يا رسول الله رسولك إله يوم أحدث في الصلاة شيء صلاة ما شيء بالقصة الدرسية وحكوا ودع كرت أحدث في الصلاة شيء من الآخر أنا ما حركة سنة يدك واحد حركة سنة ورا الله حيدون قرنين كذين دكان وحركة دي مصر أحدث في الصلاة صلاة محاكسة الدرية شيء هول عصمية تمدو صلاة مكل وجه قعنت إلا الضوء النبي اللهم يسوكر لو علم عصمية النبي ويديها يعني اللي هو سؤال باكي من أسأل الشيخ ودي ومعلم كودي قال وحور الله حديثكم وحديث جاب المصمرة حديث كان دير هذا لا نبي وحور ما يوحي من سوكر النبي اللهم حاق عنت وضبطي إلا لكن أن الشيطان إنك شيطان الأورنجري أراد وحور دون أن يمر بين يدي هرطي دون مره فخنقت مركزا عيجي حمقان كل دقي حمقان قفطا حتى وجدت إلى أن هلي برد لساني عرف في سقبوهيس على يدي أما على يدي إلى كعنت ذا كدر يم بررك علي بسيدة يقبوك يدي بان كعنت كدر يم نينك الشيطان وحباك يعني وآيم الله الله كل أرتي لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة وأيم الله الله قد أرتي لولا ما سبقني إليه وحو إيغو هرمري هدو سنجير لهين أخي سليمان وآك سليمان أرنو إيغو هرمري هدو سنجير لهين لارتبط
waxaa lagu xiri lahaa shaydaan ilaa saariyatin la rabatuhu laniita baa riwaayadka u badan laniita waxaa lagu xiri lahaa la rutubita waxaa lagu xiri lahaa ilaa saariyatin tiir baa lagu xiri lahaa oo min sawaari almasjidi sawaariya almasjid masjidka nabi maxaa tiirarkiisa ka mira xataa yatiifa ilaa ay ku wareegaan bihi asaga oo shaydaana wildaanu ahli lmadiina caruurtii reer madiina ilaan shaydaan weli umaysan arka xidhani waa hawl cusub caruurta marka way ku wareegsan lahaayeen alla shaydaan baa la qabtay alla daya alla afkiisa fiiriya dhagaygiisa caruur waa taqaanaa de hawl cusub hadday arkaan mashruuc bay ka dhigtaa nabiy llaahi salaam baad ilaahay ka baryaha dee rabbi habli mulka laa yanbagi liaxadi min bacdi innaka anta alwahaab fasakharna lahu riixa tajri biamri rukhaan xaytu asaab washayaaiina kula banaa'in waghawaas hawshaas wey ilahayna waa ka aqbalay nabi sulaymaan marka nabi sulayman ba waxaa loo sakhiray inuu shayaadiinta ku shaqaysto oo gumaysto oo ka adag yahay wuxuu doonana uu ku sameeyo ee ilahay u fasaxay dabayshana uu gaadiidba ka dhigtay diyaarad oo meeshuu doono ku aado dayib marka haddaan aan ka baqayn inaan hawl u khaasa nabi sulayman faraha aan la galo waaba idii xeelaasaa lagu kala baxo marka waa tafsiir min allahi subxaanahu wa tacaala ee asal waxa weeye shaydaan iyo ibliis midna lama arko innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaytu laa tarawnahum asal sidaas weeye laakiin ambiyada iyo intii ilaahay uu tusaba way arki karaan maxaa daba raaca xadiidka daba yaalla faman istataaca ruuxii awooda allaa yaxuulo inuusan teedin baynahu asaga iyo wa bayna alqiblati axadun ruuxna falyafcal ha yeelo ruuxa awoodi kara asaga iyo qiblada inaan lakaga dhex marin oo sutraadee baa laga hadlaya hadde sutraadee weeye qibla waa la hormari halkaa ruux baa mari oo bini aadam dhan baa mari oo dowladaha kaa horreeya waddamaha kaa horreeya adi qibla waa liin dhexeeya ee waxaa laga hadlay waxaa weeye gabaadkaadi daahirka xadiidka waxaad moodaa siyaadadan inay ka tirsanta xadiidkii jaabi bnu samura xadiidkii dheeraada aynu soo marray ee sheydaanka ku saabsanaa waa xadiidku jaabi bnu samura lafdigan dambe faman istataaca allaa yaxuula baynahu wa bayna alqiblati axadun falyafcalna waa min xadiidi abi saciid alkhudri saasay u kala duwan yihiin isku mid ma aha marka hala kala sooco laakiin daahirka waxaad moodaa sheekhu inuu israaciyey qisada uu sheekhu sheegay sheydaan nabigu cajiyey ama qabtay ah axaadiid badan oo saxiixan ku jirtay iyo sunanka iyo masaanida ayaa ku imaatay laakiin riwaayadan uu doortay lafdiga uu doortay waxaa weeye mufadal ibnu saalix nin la yidhaahdo ayaa ku jiro dacfi lagu sheego dacfi lagu sheego riwaayada intooda kale waxay ku wariyaan xadiidka jaabir warisa waxay ku wariyaan shaydaan baa wuxuu damcay yaa dab igu soo turay iyo dambaaburay dhimbilo isagoo doonaya inuu salaada iga fitneeyo ankaasuu qisada u sheegay halkana maxaa ku jira waabaan qabtay oo waan ceejiyey oo wuxuu damcay inuu hortayda maro inuu hortayda maro uu damco waan iska difaacay iyo waxay kala tahay wuxuu igu soo shubay oo igu soo furay dambaabur iyo dhimbilo oo uu doonayo inuu igaga fitneeyo igaga mashquuliyo salaadi markaasaan la dagaalama oon iska qabtay marka wadaada waxay leeyahan riwaayada waa daciifa oo waa munkaro oo yidhaahdaan laakiin wax nakaaro saa usii badan ma ay ku jirto labada macnaba waa dhaceen xadiidka jaabir aysan ku imanin labaduba xadiid kale ku timid mufadla ibnu saalix waxaa laga yaabaa intaa un inaa u maqnaatay kacdo dayib sheekhu markaasu wuxuu u doortay wadaada waxay isweydiiyeen maxaa uu u doortay xadiidka saxiix oga tagayo uu tan u doortay riwaayadan dacfiga uu ku jiro marka la dheeraan dhiriyo waxaa dhici karta sheekhu inuu u doortay munaasaba waxaa ku yidhi wasallaa salaatan maktuuba riwaayad kale badankoodee kale waxaa ku yimid salaad buu nabigu tukanay ma sunna ma waajiba maysan cadayn laakiin riwaayadan jaabir ee min xadiid mufadla ibnu saalix ah waxay keentay in salaadu salaad farad ay ahayd nabiguna ficilkaa weyn uu la yimid oo gacanta uu dubay oo shaydaan la dagaalamay oo u ceejiyey ilaa dhareerkiisii calayhiisa nabi maxamed u dareemay qabowgiisa waa dagaal culus weyn marka maktuubadaasuu sheekh u dalayaad moodaa inuu tooganayo daayib wa kaana yaquulu wuxuu nabigu sal lay slam odhan jiray idaa sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaas idaa sallaa axadukum midkiin hadduu u tukado ilaa shayin shay xaggi yasturuhu ka asturayo ka teedaya min annaasi dadka ka difaacaya fa araada axadu ruux uu doono an yajtaaza inuu tallaabo uu gudbo bayna yaday hortiisa uu maro falyadfac ha ku difaaco fii naxri dhuunta ha qabto ha iska riixo saas kaga qabto wey walyadra ha difaaco ma stadaaca intuu awoodo intaad awoodo iska celi waad celisa uu kusoo noqday waad celisa waad iska celin waad iska celin dayib qolya intay xanaaqaan xoog kuu maray mararka qaarko soomaalida maogta waa dabci kulasha nin baad celin xaggu fiirin meel buu waayey isku kasoo maqiiqahaya
سو ميل قبت لهين وقعدت ضيع عليك ربك مرايا مع الزلاب اسكت ما ولي يدرها علي ما في عنا سيدا هيدا محقين له أردي ما بلاي أكو عين صارت لهم بالله شن دقيقة لو جرا اسكت تاجنو دم بنا اسكت قاضي نيكا مسلم كان صارت هكا عفيد وفي رواية وحاكوت من حد رواية كلا فليمنعوا هرهبوا هم منعيو مرتين لبقوا راسك الدفاع فإن أباها دود له فإن أباها دود إذا عفوا إنه استاجوا إنه استاجوا وجوك صدوا مشوا كل حد الوكر وينك السعودية ربينه كورمرو فليقاتل الله تعالى فإنما هو شيطان وشيطان بق ويا سقاب الشيطان بقى الشيطان بقوله هو شيطان الإنس والجن طيب فإنما هو شيطان نما الله بقول عليه سمر مرصد حلقة وصعدة ودوس أفك لا هاي رواية حديث كوليه وحكوت ميت فإن معه الشيطان تاسا كفيعا فإنما هو شيطان وام هاي شيطان بقى سارم ولا سارية أصدق ما عبد الله عبدي عالم إيه ولا سارية هيقول مركن إنك لا سارية إسكقب فإن معه الشيطان وكان يقول وحنا بقول جل صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار روحي وعبد الله عبدي حسن ويواتق أنا ونصوم ولا شيطان ما بقى شيطان بمصومين هيا نينكي كل ابناء كل ناوى الريح هيقول وكان يقول وحكم النبي قرن جل لو يعلم المار طوي تيمركا اتالي اي خسيس الروحي مسلم كهر مرهايي لو يعلم المار كمرها يهدوغان لها بين يدي المصلي روحه تكني هرتي سكمرها يا وحا صارن اي ذنبي ادوغان لها ماذا علي دوشي سوحا او عقوبه اما ذنبي اما حمانه معناها ظن ظاهره لكن روايه اهم ما اننا سو صحيحه لكان وحي نقول له قضيه ان يقف انه يستاغ 40 افرتا خيرا لهم اذا خير بدل من ان يمر انه مر بين يدي روح تكوني هرتيس افرت ان تاغنات ما افرت سنه ما افرت ساعات با ما افرت بلود با روايه في 40 خريفا كنت معدد وحي ما صحين وكو دغين 40 ساعه توا شيخت كو دغين وحول 40 وحول بول شيخ كو دغين وحا سغان وحا وهي 40 صحابي وريه مرك لا يري ما 40 خريفا با ابيت بولي ابو هريره حديث رقه وريه كميده قول لي افرتن ما حيتا ما افرتن سنه سوما سو افرتن بلود ما وخر ابيت وا ديدي 40 اي دغيستا لكن افرتن سنه نبي محد كان مقلب رنتي ما حد مقشين بعد شيء سوما مركا حديث كان مك حديث علوس وي وحا كسارن اي ذنب اما عقوبه هاد اوغان لهي روح مسلم تكني ما هو مرتين الله اسكا الاليان لو دغدا هوش ايدا هل اسكا سوغو نما ايو سياسيين وحي سمي مركو ارك ميشن مر كريم سطر كو رادين هيا اسكا سطر كو رادين سطر كو دغي كدبنا مو مري فريد وانا في عني قاص اه سطر انت كو دغو حاجه كمرايا وا في عيا طيب لا هذونا خلط باثميسي محاصر لا انت كت سيدو كلا سودان لهلين با لا يابا يا غبادي ددك فديه اي دبغو لو دواده اي رحلياش اي هولها نوعاسا لغو رحلان لغا دغتو سطر باب ما يقطع الصلاه صلاه دو خي غوين لها سو كوما درمس وقتي با دمباد هذا وبالله توفيق. Thank you.